نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحصبة بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكد أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة على بعض جروبات تطبيق واتساب، والتي تزعم انتشار مرض الحصبة بين الأطفال بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية، وموضحة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، ومشيرة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية.